والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للإجابة على أسئلة واستفساراتهم فيما يتعلق بأمور الصحة بشكل عام والعودة إلى الطبيعة بشكل خاص. نحن الآن في موسم يستعد فيه أبناؤنا وبناتنا للامتحانات، سواء كان توجيهي ولا غير التوجيهي، فنسأل الله لهم النجاح والتوفيق. حقيقة أن الكثير من الآباء والأمهات يشتكون فيقولون أنه ابنهم أو بنتهم بدرسوا كثير، ببذلوا كثير، لكن للأسف أنهم يوم الامتحان يصعب عليهم تذكر المادة، مما يسبب لهم مشكلة وهبوط في العلامات ومشاكل نفسية خطيرة ما هي سهلة. إنسان بدرس لنهار فترات طويلة وبعدين يجيب علامة سيئة في الامتحان أو منخفضة، مشكلة حقيقة. فلماذا هذه المشكلة التي تؤرق الكثيرون؟ فنقول بالله التوفيق، هناك أمور كثيرة تؤثر على الدماغ. الدماغ له قدرات هائلة، وذكرنا سابقا أنه هذا الدماغ الذي يحتوي على 100 مليار خلية، وبه وصلات عصبية تتراوح ما بين 1 تريليون إلى 10 تريليون وصلة عصبية. طبعا كلما زادت قدرات الدماغ والتحدي الذي يواجهه والاجتهاد والبذل الذي يبذله صاحبه، تزداد هذه الوصلات. فالإنسان اللي عنده 1 تريليون وصلة قدراته أقل من اللي عنده 5 تريليون وصلة، هذا شيء طبيعي. فهذه الوصلات تعتمد على أمور كثيرة، وقدرة الدماغ على استجلاب واستذكار المعلومات وربطها مع بعضها البعض وتوظيفها في الإجابة على الأسئلة والامتحانات ومشاكل الحياة بشكل عام. خلينا نقول هذه تتطلب أشياء كثيرة يحسن بالطلاب والكبار والصغار جميعا إنهم يستفيدوا منها ويسخروها لمصلحتهم في هذه الفترة الصعبة من حياة الطلاب. فنقول هناك 3 أشياء رئيسية تؤثر على قدرات الدماغ والذاكرة. أولا العادات والممارسات الصحية بشكل عام، والسأتي لها بعد قليل. 2 الأغذية، أنواع الأغذية، سالبة أم إيجابية أم سلبية. وهناك النباتات الطبية ذات الأثر الإيجابي على الدماغ. خلينا نبدأ بالأغذية. فنقول هناك أغذية تحتوي على فيتامين إي، فيتامين إي مضاد الأكسدة، وأي أي غذاء يحتوي على مضادات الأكسدة فإنه يمنع تلف الذي يمكن أن يحصل على خلايا الدماغ. يعني إحنا حياتنا كما تعلمون بيئة بالمؤثرات والتلوث وغيرها مما هب ودب في هذا الزمان، وهذه تؤثر على الخلايا العصبية. فأي شيء ينظف هذه الشوارد الحرة، السموم والمؤكسدات عن الدماغ، فإنه يساهم في حفظ الدماغ. أين يوجد فيتامين إي المضاد للأكسدة؟ يوجد حقيقة في منتجات طبيعية غذائية كثيرة، مثل المكسرات، اللوز والجوز، وذكرنا سابقا كيف أن الجوز ممتاز للذاكرة. أيضا بذر عين الشمس. بذر عين الشمس، أنا ننصح أبنائنا أنهم يأكلوا المكسرات كما تشاهدون في الصورة، لاحظوا اللوز ولاحظوا الفستق الحلبي وغيرها، هذه تحتوي بعض منها يحتوي على فيتامين إي المضاد للأكسدة، والذي يساهم أيضا في تقوية الذاكرة. وأيضا المكسرات، بعض من هذه المكسرات يحتوي على زيت أوميغا 3، وأوميغا 3 أيضا له دور في تقوية الذاكرة. فإذا المكسرات بتبدأ من ناحيتين، فيها فيتامين إي وفيها زيت أوميغا 3، فليكثر الشباب والبنات من هذه المكسرات بدلا من الشيبس والشوكولاتة. نعم، الآن أيضا زيت أوميغا 3 موجود في السمك، في الأسماك تحتوي على زيوت أوميغا 3،
طبعا في أسماك تحت على الزيت ممكن أكثر من غيرها، لكن كله جيد وممتاز. فلنكثر من الأسماك بديلا عن اللحوم الحمراء والدجاج، وخاصة إذا كانت أسماكا طازجة يكثر منها الشباب والبنات وحتى الشياب، لأنها مفيدة للذاكرة بشكل عام، وللإنسان أن يتفنن في طهي السمك كما يحب ويشتهي، مثل هذه الصحون المغرية ما شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا من هذه الطيبات. فالأسماك إذا تحتوي على زيت أوميغا 3، وموجود أيضا في الصيدليات زيت الأوميغا 3 على شكل كبسولات، لكن كلما كان المصدر طبيعيا كما خلقه الله كما نشاهد في الصور فهو الأفضل بلا شك. إذا صار عندنا زيت الأوميغا 3 الموجود في الأسماك وبعض المكسرات، وأيضا فيتامين إي الموجود في المكسرات. نعم، أيضا يوجد فيتامين إي في زيت الزيتون. زيت الزيتون، وزيت الزيتون كما تعلمون موجود، ممكن نقلي السمك بزيت الزيتون، مكسب إيش زي ما نقول مثلا نضرب عصفورين بحجر. زيت الزيتون فيه أوميغا 3 والسمك فيه أوميغا 3، فمنكسبها من الناحيتين. أيضا موجود الفيتامين إي في البروكولي والقرع، اليقطين. نعم، فموجود أيضا في البروكولي والقرع، هذا فيتامين إي. ونزيد بالنسبة للأوميغا 3 موجود أيضا في زيت دوار الشمس، زيت دوار الشمس وبزر الكتان. يعني الأوميغا 3 ممكن أصله يكون منتج حيواني بحري زي السلمون، زيت كبد الحوت، التونة موجود فيها أوميغا 3، وزيت بزر الكتان من أصل نباتي، وزيت الزيتون طبعا. طيب، هذه بالنسبة للأغذية بشكل عام. لو كثرنا من مضادات الأكسدة، يعني الأغذية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وذكرنا هذا سابقا، الفواكه والخضار الملونة، الفواكه والخضار ذات الألوان الحمراء والبرتقالية والبنفسجية والأحمر الغامق مثل التوت وأمثاله، كل هذا يساعد في منع أي آثار سلبية للتلوث عن أدمغتنا. طيب، ما هي الأعشاب الطبية التي تساعد على تقوية الذاكرة؟ عندنا رقم واحد نبات الجينكا. نبات الجينكا، هذا هو نبات الجينكا، هذه أوراقه المتميزة اللي هي على شكل القلب وثماره. ونبات الجينكا معروف شجرة كبيرة معمرة في بلاد الصين وشرق آسيا، استخدمت منذ آلاف السنين لتقوية الذاكرة وتنشيط القدرات العقلية بشكل عام، فبتساعدنا في موضوع التركيز وموضوع الذاكرة. والآن هذه الجينكا متوفرة في الأسواق على شكل حبوب وكبسولات، وقد مزجت إما ببعض النباتات الأخرى أو بعض الشركات وضعتها مع فيتامين B12، وكما نعلم B12 أيضا له دور في تحسين الذاكرة. فموجود الآن هذه النبات، نبات الجينكا، جينكو بايلوبا، في الأسواق لتقوية الذاكرة. فيمكن الإنسان، أي إنسان، يأخذها من الصيدليات ويستفيد منها أيضا كل يوم حبة، يأخذ كل يوم حبة، فأيضا ستساعده إن شاء الله في تقوية الذاكرة. عندنا نبات الأشوغندا، أيضا نبات الأشوغندا، نبات الأشوغندا، وسنتكلم عنه في حلقة قادمة بإذن الله. هذا بيزيد قدرة تحمل الشخص أو الطالب على بذل مزيد من الجهد أثناء الدراسة دون أن يتعب. في طلاب بدرس نص ساعة ساعة بيقول لك أوف تعبت خلاص مش قادر أكمل، فالأشوغندا بتساعده على مزيد من الجلد والتحمل. أيضا الجينسينج، نبات الجينسينج معروف، نبات مشهور مقوي للجسم بشكل عام، معروف ومتوفر دائما في الصيدليات، يقوي الصحة العامة ويزيد في سرعة الفهم والتذكر. أيضا منتجات النحل الهامة مثل غذاء الملكات النحل، ذكرنا سابقا أن له دور في تجديد الخلايا العصبية وتنشيط الخلايا الجذعية الموجودة في الدماغ، تساعد على حسن أداء الدماغ. عفوا، هناك عشبة أخرى اسمها جوتو كولا، جوتو كولا برضو متوفر في الأسواق على شكل مستحضر كبسولات أو حبوب، برضو تساعد على تقوية الذاكرة. أيضا في كبسولات الليسين وهي موجودة أيضا في الأسواق الآن،
هذه تحسن النيورو ترانسميترز، يعني المادة التي تنتقل ما بين الأعصاب، بتوفرها بشكل أفضل في الدماغ، مما يساهم في تحسين أداء الدماغ. هذه بالنسبة للنباتات الطبية. الآن بظلنا الممارسات الصحية والعادات الصحية الاجتماعية الصحيحة، وهذه لا تقل بأي حال من الأحوال عما ذكرت سابقا، بل إن لم تتفوق عليها، ولو جمعناها مع بعضها البعض لكان أفضل. أولها قال علماء الأعصاب أن الإنسان إذا حفظ مادة لغتها قوية، انتبهوا، لغتها قوية ومعلوماتها العلمية قوية وعميقة، صار ذاكرته أعلى وأفضل. طب أي كتاب على وجه الأرض أقوى من لغة القرآن وأعلى من ما جاء به القرآن؟ لا شيء، إنه كلام الله، القرآن. فمن حفظ القرآن استفاد لغة وعلما ومعلومات وبركة وخير كثير كثير جدا لا حدود له. فحفظة القرآن يتمتعون بذاكرة وقدرة على الاستيعاب أكثر من غيرهم. فإن أضافوا لهذا الحفظ تدبرا وتأملا وتفهما لما جاء في كتاب الله، زادت عندهم الذاكرة بشكل هائل وقدرة الدماغ. معنا سؤال أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. أيوة، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكي. أنا دكتور من بل عندي تبين في الدم وصابتني جلطة أكثر من مرة. وبعدين التبين بضل بطلع عندي عالي كثير. إيش هو؟ فمش عارف يعني الدم ما عم بضبط عندي دكتور. يعني آخر مرة صار عندي 7 وتبعني بالعشرة صار عندي نزيف بالدماغ بالرأس. فمش عارف إذا في هيك إشي يعني وصفة أو إشي يعني. كم عمرك؟ 58. انت بتاخذي مميعات؟ باخذ وفرين. طيب عندك سكري او ضغط؟ لا لا سكري عندي ولا ضغط، بس صابتني جلطه اكثر من مره. الله يعافيك. عصبيه انت؟ لا والله مش عصبيه. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحييكي. هلا دكتور علي. معانا سؤال ابو مراد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك دكتور؟ ان شاء الله يحييك. يا مرحبا دكتور. في قبل كم اسبوعين حكيت معاك بالنسبه ل اللي هي تحسس الكحه اللي بيجيني في شهر 4، فوصفت لي علاج انه اخذ طبعا قبل وشهر 3. فانا متعود عليها دائما تجيني في شهر 4، لكن قبل تقريبا 17/11 تحديدا صار معي اللي هو لفحه عن طريق الكونديشن تبع السياره. فبعديها خلال التفصيل بعديها صار معي هو الانفلونزا اشي في حلقي، ورجع الطبيب اعطاني مضادات حيويه من 17/4 لغايه التاريخ هذا. صارت مع الانفلونزا معي مرتين، تخف اول مره صارت، بعدين خفت علي اثناء المضادات الحيويه اللي اخذتها، بعدين صار معي هي الكحه اللي هي بحس انها تحسس. ايوه صح، على الارجح. نعم ايوه. الان شو اللي صار معي؟ يعني انا راجع الطبيب مشانها، وصف لي اللي هو الزنجبيل. الزنجبيل اللي هو هنقول المطحون. ايوه. احطه قدام مناخيري واخذه طبعا مثل الاستنشاق عن طريق الانف. اخذته مره واحده طبعا، صار معي حرقه داخليه جوا تقريبا ربع ساعه هيك شيء. البلغم اللي هو خف معي بعديها. بعدين صار مع دكتور اخذته مره ثانيه بعد يومين من اخذ المره الاولانيه. اخذته مره ثانيه. الان شو صار معي؟ طبعا زائد انا باخذ اللي هو شراب النوكه. لو تختصر يا ابو مراد، اختصر شوي لانه في ناس على الخط كثار. اما انا معك انا يا دكتور. يلا. الان اللي صار معي اللي هو بحس اللي هو يعني الجيوب عندي اتفخت، كل شيء يعني ما انا مستطعم شيء، ما انا قادر، بس السيران وقف من عندي. على الارجح عندك جيوب. اي نعم، حساسيه صارت شامله. لا. طيب سؤالك، ما هي الاشياء الطبيعيه اللي ممكن تخفف عنك؟ اللي هي انا بعرف ان انا بتجيني تحسس اللي هو في شهر 4، لا الان جاني مرافق صار في اشهر اخرى. طيب هذه ممكن تحصل، صحيح كلامك. طيب الان اعطيك نصيحه ان شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور، بارك الاخ فيصل. تفضل يا اخ فيصل.
تفضل يا اخ فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحكي مع دكتور سمير؟ ايه تفضل معك. السلام عليكم دكتور سمير. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه دكتور سمير. الله يعافيك. الله يرضى عليك يا مرحبا. الله يجزيك خير على برنامج الحلو. الله يجزيك الخير. بدي اسالك بالنسبه في هناك اعشاب بشكل كبسولات للتنشيف، هاي واحد. الثاني الدهون الموجوده عند العطارين للتنشيف، هل هي فعاله؟ الدهونات الموضعية، نعم. الله يجزيك خير. طيب طيب تسمع الجواب. بارك الله فيك. حياكم الله. طيب نعود. بالنسبة لأم أحمد تعاني من تكرار نزيف في الدماغ. طيب احنا معروف يا أم أحمد وليهون السامعين انه في ناس عندهم قابلية النزيف، في مشكلة بتكون عند بعض الناس في شرايين الدماغ، بكون عندهم من سميها بالانجليزي انيوريزم، يعني في توسعات صغيرة في الشرايين الموجودة في الدماغ، توسعات هاي جدران، هاي التوسعات أضعف من باقي جدران الشرايين، يعني فيها هشاشة، فإذا زاد الضغط لسبب أو لآخر داخل الدماغ، عصبية، نرفزة، حدث معين إلى آخره، بتلاقي هذا الانيوريزم، هذا الكيس فتح وانفجر وصار نزيف في المخ، وخاصة إذا الإنسان كان عنده يعني شيء من التميع في الدم، فممكن يحصل النزيف ويتكرر، ويبدو لي هذه المشكلة عندك بحيث أنها تكررت بهذه الصورة، فلذلك يعني أنت بدك تنتبهي دائما لموضوع الضغط، لموضوع النرفزة، لموضوع الملح، ما تكثري ملح، ما تكثري الشاي الثقيل أو القهوة أو الكولا، منتجات الكولا، هذه الأشياء حاولي تتجنبيها قدر المستطاع، وتكثري وعليك بالنباتات التي تساعدك في بقاء الدورة الدموية في الدماغ جيدة، مثل كما ذكرنا قبل قليل الأوميجا 3. الأوميجا 3 تجنبي الجينكا، تجنبي الجينكا طالما أنت بتاخذي مميع، ما تستخدم الجينكا لأنه الجينكا فيها تميع أيضا، إذا رغب الإنسان باستخدام الجينكا أو القرفة أو الزنجبيل وبيأخذ مميع، هذه مشكلة، بزيد التميع، ممكن يزيد النزيف، فيلغي واحد منهم بإشراف الطبيب طبعا. فأنصحك بالأوميجا 3 لأنه بيساعدك في تحسين جدران الشرايين، وممكن تستخدمي أيضا مادة الكولاجين برضو بإشراف طبي حسب نصيحة طبية، بحيث أنه يحسن لك أداء جدران الشرايين، وفي بعض الأشياء التخصصية الأخرى اللي ممكن تستفيد منها، لكن هذه أهم النصائح، ودائما تسأل الله العافية. زيت الزيتون بنفعك كثير لأنه فيه الأوميجا وفي أشياء كثير مفيدة إن شاء الله، احرصي على زيت الزيتون. بالنسبة لأبو مراد، قضية السعال التحسسي، في ناس فعلا بكون عندهم حساسية الربيع اللي هم شهر 4-5 إلى آخره، وبعدين فجأة بتصير الأمور في الأشهر الأخرى، شهر 11 وشهر 12، خاصة مع تقلب الأحوال الجوية بشكل كبير في هذه الفترة من الزمن، وانتشار الفيروسات المسؤولة عن الإنفلونزا والنزلات البرد، فإذا ما أصيب الإنسان بهذه النزلات واللفحات بتهيج عليه التحسس، بهيج التحسس السابق، ويا مناس قالوا لنا كان عندنا حساسية ربيع وصارت الآن حساسية طول السنة، مظبوط، لأن الأمور تتفاقم في بعض الأحيان بفعل التلوثات الهائلة اللي احنا نعيش فيها، وبفعل الأكل الغير صحي في كثير من الأحيان الذي نتناوله. فلذلك يا أخ أبو مراد بدك تنتبه لمنتجات النحل، وسأكمل الإجابة بعد هذا السؤال. مين معنا؟ معنا يوسف، تفضل يوسف. دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت بدي أسألك سؤالين على السريع، بس السؤال الأول عن علاج للصدفيين، والثاني عن عشبة اسمها أسبادول. أسبادول. أسبادول، نعم. طيب تسمع الجواب. شكرا لك. أهلا وسهلا بك، حياك الله. معنا اتصال. حسين، معنا حسين، تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الدكتور في سؤال، في والدتي بنت المنخشمة دم كثير،
ويعني بجزر فوق 20-30 سنة، وبعد مرات يعني بنوديه على الدكتور على المستشفى بنزل دمها 6 و7 وبنجدد لها دمها يعني، ومش عارفين شو السبب، بنظرين كثير من خشب هدم. مش معروف سبب نزول الدم؟ لا والله مش معروف. عملت فحوصات وتحاليل وكل شيء؟ عملنا لها فحوصات، دائما دائما فحوصات، ومره بقول من الضغط، مره من السكر، مره كذا، بس لما ينزل ما يعني بعد مرات بوصل. طيب طيب ليكون عندها مشكله في الكلى؟ لا الحمد لله عملنا لها فحص كلى وكل شيء الحمد لله، فيش شيء. طيب اعطيكم نصيحه ان شاء الله. وبعد مرات نبغى شهر شهرين نروح نتبرع لها الدم. يعني تحتاج دم؟ والله يعني كثير بنزل لها دم. طيب طيب بنوع فضيلتك الله يوفقك دكتور. نعم نعم اذا في عندك يعني وصل لها الله يوفقك. طيب ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا شكرا دكتور. الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا معنا ابو يزن. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور سمير كيف حالك؟ تفضل حياك الله. بداية أنا بس بدي أشكرك على هالبرنامج الطيب والمعلومات القيمة اللي بتعطينا إياها. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. ويعني اتصالي أنا معك فقط لأشكر القناة اللي بتساعد لو تعلي صوتك شوي، بتعطي الناس معلومات طبية جيدة من خلالك ومن خلال الأعشاب. نعم. بس إلي طلب صغير رجاء، إنه تجيبوا لنا أعشاب اللي من الصين واللي من الهند واللي من أبصر وين، وأسماء كثير يعني العلم بيوصل لها موجودة في البلاد هذيك خير وبركة، بس اللي بدنا إياه إحنا يا دكتور إنه تعطيني الفائدة أنا اللي إيش متعود عليه في بلادي. أنا موجود عندي الميرمية البابونج الشغلات هاي، أعطيني إيش اللي بقدر أوصل له بسهولة. طيب جميل، وصلت الفكرة. وبكون من جيد، سؤال جيد. طيب. كويس. طيب طيب يا أبو يزن إن شاء الله خير. معنا الأخ أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا مرحب. إذا في مجال بدي أسألك، والدتي قبل فترة صار عندها زي مغص في البطن. لما راح تفحصت قالوا لها في عندك حصى في المرارة. طيب. فكان المفروض يعملوا لها عملية، لما راحت تعمل عملية في المستشفى قالوا لك قالوا لها عندك مشكلة في عدم انتظام ضربات القلب وإشي زي هيك. قالوا لها بدك فحص جهد، لما راحت تعمل فحص جهد برضه ردوا رجعوها قالوا لها عندك املاها فيها وش زي هيك. فيبدو المستشفى انه مش راح يعمل عمليه او مش عارف يعني، ففي شيء مفيد لموضوع حصى المراره؟ طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله، لانه الدكتور قالها محشره كثير يعني. صح. طيب طيب الله يكرمك دكتور. حياك الله. معنا سؤال اخ محمد. تفضل يا اخ محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معك احمد الخطيب من عمان دكتور. احمد تفضل يا اخ احمد، حياك الله. جزيت فضلك يا دكتور. انا بدي احكي لك، من فتره كنت بشكي من امساك شديد ونفخه في بطني، فرحت لدكتور فكشف علي يعني وحكى لي انه معك قولون عصبي. فاعطاني ادويه، وبصراحه الادويه يعني في منهم نوع هذا بيجي زي الفحم اللي بيشيل النفاخ وكذا، لكن صراحه دكتور مش مرتاح على الادويه. والشغلة جديدة معي يعني، مش انه شغلة قديمة او كذا يعني، لها تقريبا شهرين ونص. طيب. ومعي دائما امساك، بحس بامساك شديد وفي نفخة في بطني. يعني لا زالت هذه المشكلة قائمة لحد الان. طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا شكرا. الله يرضى عليك. معانا سؤال ابو محمد. تفضل ابو محمد. يا ابا محمد. ابو محمد. يا ابو محمد. طيب عرفتي من عمان. الو. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك، اهلا وسهلا دكتور. بيسالنا ابن عمره 16 سنه. عندنا ابن عمره 16 سنه بضل يطلع بحب، وحاولنا نعالجه كثير، حاولنا نعالجه كثير مش راضي يطيب الحب اللي عليه. حب شباب. حب شباب، وبيضلوا بيتحول لالتهابات زي الدمامل. وديناه دكاترة كثير وما خلينا دواء، ما خلينا طبيب، ما خلينا اسبوع على الفاضي. طيب طيب
نعطيك نصيحه. بدنا ايش هيك لاولاد صبيه او شو نعمل الولد طيب. متضايق حب ولا راضي يروح منه. طيب طيب ان شاء الله ابشر. يسلم ايديك يا دكتور. الله يحييك اهلا وسهلا. معنا ام عصام، تفضل يا ام عصام. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. الله يجزيك الخير ان شاء الله. وياكم. دكتور بدي اسالك، في زوجي الصبح لما يصحى كل يوم، يعني بس الصبح لما يصحى من النوم بيصير معه وجع في زره. فرج زره من تحت؟ بالزر من فوق، لا بالزر من فوق عند الفخذ من فوق. عند الورك ايوه. كثير يعني وجع مؤلم كثير، وهي لها فتره يعني الشغله، دهنا يدهون هذا دهن النعام وشغلات يعني كريمات هيك للجسم ما راحت. طيب وبعد شوي بروح الوجع؟ يعني بالنهار بخف بالنهار. عمل صورة؟ ما في وجع بيكون يعني ما بشكي، بس أكثر إشي بشكي لما يصحى من النوم. عمل صورة؟ لا ما عمل والله، بس هو يعني قبل فترة هيك صارت معه العام، صار معه جلطة وهيك ما بعرف إذا لها دخل يعني. طيب طيب نعطيكم نصيحة. أهلا وسهلا. معنا الأخ حسين، قطع الاتصال. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك أهلا وسهلا. دكتور بدي أسأل عن شغلة الرؤاس. أنا في عندي ابني بصف سابع. ودائما بصير مع ترعف بأنفه. ومرات بصحى الصبح بدي أعمل لاقي بصير المخدة عنده ملانة دم. أيوه. ما بنعرف شو السبب يا دكتور. طيب طيب نعطيك نصيحة مهمة. شكرا لك دكتور. أهلا وسهلا حياك الله. معنا الأخ عبد الهادي. عبد الهادي تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور تفضل. حياك الله أخي العزيز. أنا في قبل فترة طلع في رأسي هيك زي البهاك نقاط، عرفت كيف؟ لون ابيض يعني. لون ابيض هيك زي يعني ابيض على زهر هيك تقريبا شوي. في الجبين يعني مقدمه الراس. وهي في مقدمه الراس وفي وسط الراس. أيوة. تقريبا. طيب شو سويت؟ في وسط الراس. حكولي في نوع دواء. هذا الدواء غالي كثير. ونصحوني يعني أكن صيدلي انه على يعني بدون فائده. حلو هيدا صيدلي افتوك ممتاز. طيب مش عارف ايش والله نسيت اسمه. طيب نعطيك نصيحه مهمه ان شاء الله تعالى. الله صل على النبي. بعدين اذا تكرمت بس الله يرضى عليك يا دكتور. تفضل. انا باكل تمر كثير، هل في له تاثير على الجسم على الصحه اي شيء؟ على ايش؟ له تاثير على الجسم؟ على التمر كله خير. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك باذن الله تعالى. جزاك الله كل خير. طيب الان طيب ان شاء الله نجيب على هذه الاسئله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مشاكل التلوث البيئي والصحي ومشاكل البنية التحتية، الواقع البيئي والخدمي، كل هذه المحاور وغيرها سيتم مناقشتها في لقاء خاص. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية وأول مركز في الأردن، يحتوي على كل ما تتمناه منتجات طبيعية تسقف واحد
بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية بأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510568. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق مهنية الصحفية والمعالجة الموضوع، تواكب الحق وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العقلي للتطورات السياسية. سبيلك إلى الحقيقة. أهلا بكم مرة أخرى ونكمل إجابة الأسئلة. نقول لأبي مراد، الحساسية ممكن نسيطر عليها بمنتجات النحل، العسل، حبوب اللقاح، غذاء ملكات، عكبر النحل. أما الأعشاب المفيدة للحساسية فهي الحلبة، الحبة السوداء، وورق الجوافة. طبعا في أشياء أخرى كثيرة لكن هذه أقواها تقريبا. نعم، عليك باستخدامها بشكل منتظم وأرجو أنه أمورك تتحسن بشكل كبير. بالنسبة للأخ فيصل، هل هناك أعشاب للتنحيف على شكل كبسولات؟ نعم، كثير في الآن في الصيدليات، موجود كثير وكلها يعني تعتبر نباتات آمنة وحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة والدواء إلى آخره. ما أستطيع أني أسمي أسماءها حقيقة لأنه ما ندخل في الأمور الدعائية، لكن كله موجود إن شاء الله إذا بتتصل في مركز الباسقات بجوبوك. أيضا، هل للدهون الدهن الموضعي أثر في تخفيف الوزن؟ حقيقة يعني هذه القضية مش كثير، يعني الدهونات الموضعية اللي تزعم أنها تنحف هي غالبا بتشيل طبقة السليولايت. بتعرف في ناس إذا سمنوا بصير الجلد عندهم مثل قشرة البرتقالة بسموها، يعني مجعد شوي. هي طبقة اسمها دهنية اسمها السليولايت. الكريمات هذه التي تقول أنها تنحف بتشيل الطبقة هي السليولايت، بصير الجلد ناعم. أما أنه ينزل الوزن من الدهون، لا، غالبا ما مش ممكن إلا بالرياضة وتقليل الطعام وهكذا والأشياء اللي بتسد النفس. نعم، بالنسبة للأخ يوسف يسأل عن العلاج الصدفية. نعم، توجد علاجات للصدفية طبيعية وكبسولات طبيعية وأعشاب، لكن هذه لازم إشراف طبي، فيفضل أنك تراجعنا أحسن. أما عشبة الأسباجول فهي بذور أحد أنواع نبات لسان الحمل بلانتاغو. هذا لسان الحمل أحد أنواعه اللي هو اسمه بلانتاغو بسيليوم،
اللي هو اسبرغول اللي بسبب أو له دور في مكافحة الإمساك، لأنه بنفش في البطن بشكل كبير وبيعمل ليونة في البطن علاج للإمساك عادة عفوا، وأيضا له دور في التنحيف، له دور في التنحيف لأنه بيمسك الدهون اللي دخلت مع الطعام وبيمنع امتصاصها. هذه عشبة إسباغول. ومن أسمائها الأخرى بذر قطونة، بذر قطونة نعم. بالنسبة للأخ حسين ووالدته اللي بينزل الدم عندها إلى 6 والسبب غير معروف، فعلا في هذه مشكلة أحيانا تواجه الأطباء، إنه بينزل الدم عند بعض المرضى ولا عندهم نزيف، لا في الجهاز الهضمي مثلا، لا قرحة معدة بتنز على السكيتي، ولا بواسير بتنز على السكيتي أيضا، ولا عندها مشاكل في الرحم ونزيف دورة شديد، ولا عندها مشاكل في الكلى اللي لها دور عادة في ضعف الدم. ففي مشكلة بتكون الحقيقة محيرة، ومرات الأطباء يحجموا عن مزيد من الفحوصات، مثلا أخذ خزعة من نخاع العظم، لأنه مرات تكون الدم نفسه بصير قليل لا يفي بحاجات الجسم، لأنه كل يوم في خلايا حمراء تزول من الجسم بدمرها وفي خلايا بتطلع جديد، فهذه الدورة قد ينتابها نقص، يعني الإنتاج صار قليل والزوال على معدله الطبيعي فبصير فيه نقص، فهذه بيلزم خزعة أحيانا من نخاع العظم نعرف تكون الدم هل هو جيد ولا أصبح ضعيفا، وهذه أسبابه طبعا متعددة. لابد حينئذ من تناول الأشياء اللي فيها مادة الحديد وفيتامين B12 وفيتامين C قدر المستطاع، وتحسين وتجنب المأكولات الجاهزة والإكثار من الأشياء الطبيعية، وعشبة القمح الخضراء مفيدة جدا في هذا الباب. نعم. بالنسبة للأخ أبو يزن بتحدث بيقول في أعشاب من الصين وكذا، ليش ما تحكوا لنا عن أعشاب بلادنا؟ إحنا طبعا نقول بأنه دائما الإنسان يعالج بأعشاب بلده أولا، يعني حتى البابونج المزروع في الأردن بناسب أهل الأردن أكثر من البابونج المزروع مثلا في تركيا، والتركي البابونج اللي عنده في تركيا بتناسبه أكثر من البابونج المزروع في الأردن، وهذه وجدت، مش نقول ما هو كله بابونج، لا، في فروق في درجة الحرارة، في المياه، في التربة، في الضغط الجوي إلى آخره، هذه لها أثر، زي ما أثرت في أبداننا أثرت في نباتاتنا، فبتكون نباتاتنا أنسب لنا. لكن لأن الله جعل الكرة الأرضية يعني في تبادل تجاري راح يصير بين الناس، وتعمر بيوت على حساب هذا التبادل التجاري، وتعمر بلدان على حساب بلاد إلى آخره، هذه سبحان الله آية الله في خلقه، في نباتات موجودة عندهم مش موجودة عندنا، وفي شيء عندنا مش موجود عندهم. ولو تأملت صفحات التجارة الإلكترونية تجد ناس في الصين وفي الهند وفي غيرها مطلوب قمح أو زيت زيتون أو زيتون مرسل لبلاد بلادنا، لبلاد الشام والأردن، مطلوب كميات كذا طن، هم بطلبوا منا كمان كما احنا نطلب منهم. فهذه التجارة خاصة إذا كانت في أشياء فعلا بحاجة إلى طقس ما وتربة ما ومياه ما غير متوفرة عندنا، فهذه الاستفادة سبحان الله، سبحان من سخر الناس لبعضها البعض. معنا الأخ أنس، تفضل يا أنس. كيفك دكتور الحبيب؟ حياك الله يا أخي، أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. دكتور في عندي سؤالين، السؤال الأول عن والديتي صابة تنطع الدماغ قبل 3 شهور، الله يشفي وعافيه والله يديك الخير، الشافى المرضى المسلمين أجمعين، وتحسنت الحمد لله، اخذناها على دكتور واعطاها زي جل هيك مي بتحطه مره الصبح مره بالليل هيك تفتحه زي جل، الحمد لله صارت تمشي، بس ايش عرجي خفيفه بعد 3 شهور، عرجي خفيفه وايدها الكتف اليسار طبعا ثقيل شوي، بعد ايدها بتحركهاش يعني زي ما بدها، كويس بتحركها يعني بس ثقيل شوي الكتف. والمشكله صابتها في الانفلونزا كمان قبل 3 أسابيع أو أسبوعين، والقحة ماسكيت وزادت القحة معها وبتقوح قحة هيك ناشفة ومرات يعني بنزل بول يعني حامي مرات بنزل يعني غصب عنها مرات كثير مرات إشي خفيف ما أدري شو من القحة وبعدين خواصرها بوجهنا معها سكري ودهنيات معها وسكري، الله يعافيها يا رب. طيب نعطيكم نصيحة إن شاء الله، الله يجزيك الخير. السؤال الثاني تفضل.
الدكتور. انا اللي تعرفني انا المقعد اللي حكيت معك قبل فتره كمان عشان علاج الفولين اللي قلت لك رايت رؤيه وشفت انه واحد قال لي خذ فولين، فبعرفش الاشباي موجود ولا لا، شو صار معك انا جيت ايش هو ايش اسمه شكرا. ايش اسمه؟ فولين. فولين الفولين والله. طيب اجيبك ان شاء الله، بحثت عنه كثيرا وسبحان الله. طيب ماشي غلبناك. لا بسيط الله يحييك يا اخي، اهلا وسهلا. ابو ايمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله طبيب. تحيا ودوم يا اخي. والله يا اخي عندي زوجه تم معها كثير يعني براجع فيها المستشفيات خاصه وحكوميه، في عندها بيكون دم في البول وزلال، وبيعطوها علاجات، وبرضك كمان استعملت بعض الأعشاب الطبية وبتم بروح فترة وبرجع ثاني. والزلال كثير ولا شوي؟ والله بيزيد بعض مرات بيزيد. طيب وظائف الكلى طبيعية؟ والله سوينا لها فحوصات وقلوا كويسة ممتازة ما في مشكلة. طيب طيب سمينة ولا نحيفة؟ لا والله نحيفة كثير. طيب تسمع يعني جد. عمرها 30 عام وزنها لما بتعداش 46 47 كيلو. طيب طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله يجزيك كل خير. معانا الاخت ام يزن تفضلي. الو اهلين. تفضلي يا ام يزن. انا عمري 31 سنة وعملت فحص دم، دمي 14 ممتاز. بس كثير تساقط شعر كثير مش طبيعي. تساقط شعر. طيب انت مثلا مرضع؟ لا لا. طيب اعطيك نصيحة ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا. نعود الى اجابة الاسئلة. بالنسبة للاخ اسامة، والدته عندها حصيات مرارة و تعذر إجراء العملية بسبب عدم انتظام دقات القلب، فما هي الأعشاب التي تساعد في تذويب حصيات المرارة؟ نقول في أشياء وصفات كثيرة حقيقة، منها نبات الخرفيش ونبات الهندبة، الاثنين مع بعض لو تم تناولهما سواء على شكل شاي أو مسحوق أو كبسولات أو المتوفر لهما دور بإذن الله في تذويب حصيات المرارة. في وصفات حقيقة يعني تداولتها الناس، مثل خلط الليمون، عصير الليمون مع زيت الزيتون وتناولها بشكل منتظم. المشكلة انه مرات هذه الطريقة بتعمل يعني انقباض شديد في المرارة، اذا عملت انقباض شديد والحصيات خرجت عبر القناة المرارية وسكرت الطريق صرنا دخلنا في مرحلة طوارئ، فلا افضل هذه الطريقة انا، خاصة اذا كانت المرارة محشية ومليانة حصيات، فنكتفي بالخرفيش والهندبة كما ذكرت وبالتدريج، وإن شاء الله تمشي الأمور على خير أو الأقل تخف أوجاعها ومعاناتها بإذن الله. معانا سؤال أم أحمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله عافيك. لو سمحت بدي أسألك سؤال وياريت توضح لي الإجابة بشكل واضح كبير، يعني كثير توضح لي إياه. تفضلي. أنا جوزي دكتور معاه التهاب الكبد الوبائي باء، هو حامل للمرض يعني مش مصاب، حامل. شو يعني بتنصحنا؟ هم يحكونا في الصحة أنه ما في علاج له، بس طيب. شو بتنصحنا له؟ طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. الله يرضى عليك. يعطيك العافية. الله يعافيك. معنا اتصال. ألو. إبراهيم تفضل يا إبراهيم. مرحبا. هلا هلا يا مرحب. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عليك الحمد لله. دكتور بدي أسألك، في عشب أعشاب خاصة بعلاج العشاء الليلي أو السمع أو يعني الأمور هاي؟ ريتينايتس بيجمنتوزا. عفوا؟ مرض ريتينايتس بيجمنتوزا ها؟ اللي هي العشاء الليلي، العشاء الليلي الصبغي معروف. طيب خلاص تسمع الجواب، انت معلي التلفزيون الله يسامحك. خلاص علم، خلاص علم علم. الان نعود، فبالنسبة لي الاخ احمد الخطيب
قضية الإمساك الشديد. شوف الإمساك الشديد بيلزم عدة عناصر. أول إشي تناول الخضار والفواكه بكثرة، تجنب الخبز الأبيض والرز واللبن والموز والأشياء اللي فيها حموضة زائدة. أيضا ممارسة الرياضة. ثلاثة تناول 3 تمرات قبل النوم. 4 تناول إذا إلك نفس طبعا تتحمل فنجان أو ملعقتين على الأقل من زيت الزيتون الطازة يوميا، عفوا يوميا على الريق إذا بتتحمل رائع. وبإمكانك تستخدم عشبة بزر القطونة، بزر القطونة ملعقة صغيرة يوميا تخلط في كوب ماء بتحركها وبتشربها. أرجو أنه تصلح معك هذه الوصفة وتريحك من هذه المشكلة. مين؟ طيب إن شاء الله. بالنسبة لأبو محمد وحب الشباب عند ابنه اللي عمره 16 سنة وعمل له مشكلة، حقيقة ننصح بالأمور التالية: عشبة القمح الخضراء، حبوب عكبر النحل البروبوليس هذا داخليا عشان يطفي الحبوب وما تطلع خارجيا، ثم استخدام الكريمات التي تحتوي على مادة البروبوليس والصابون المحتوي على مادة البروبوليس، وكلها متوفرة الحمد لله. ويمتنع عن المكسرات والشوكولاتة والمأكولات الجاهزة والفلافل والمقالي بشكل عام، لأنه هذه بتهيج الحب الشباب، وإذا كان من الشباب المتوتر برضو يهدي نفسيته وأعصابه يشرب شاي الزهورات ويبتعد عن القهوة والشاي اللي بوتره والكولا. نعم لسه هو في مجال لمزيد من الأسئلة. طيب محمد الربابع تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. هلا هلا الله عافيك دكتور. في سؤالين بس إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول تثليج الأصابع الرجلين. تثليج أصابع الرجلين. نعم نعم. السؤال الثاني سيدي الشخير في الليل. الشخير في الليل بقول لك الشخير في الليل بطفش الحرمية. الله يدور عليك. الله حيك. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الله حيك. اهلا وسهلا. معنا سؤال يحيى. تفضل يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور سمير. الله عافيك يا مرحب. بالله بدي اسألك يعني سؤال من شقين اذا في امكانية. تفضل. انا بصير في معاي يعني بشكل مستمر حصوة بلورية زجاجية. يعني شو في امكانيه انفتتها مثلا بالاعشاب؟ والمشكله يعني بينت عندي بالصوره طبقيه يعني انها كبيره، بالكلي اليمين سنتي وبالكلي اليسار 8 ملي بس ما في الم. يعني ليش انه مثلا ما فيش الم؟ مع انه كان يصير معي ترسبات وكانت بالزمانات يعني قبل ما يصير معي حاصه كبيره ما كانت تعمل الم كثير الترسبات. أيوة. بس الان حاصه كبيره وما في لها الم. طيب والشقه الثانيه دكتور يعني اللي من 5 شهور كعب اجري، اول ما اصحى من النوم اقوم امشي يعني يصير يوجعني كثير اطار الكعب. ما بعرف يعني شو في حل هالمشكله. ايش بصير عفوا؟ بصير في الم بقوم اعرج من النوم يعني بعد دقيقتين 3 بخف الوجع يعني في القدم. بضل يعني ما بروح في القدم. ها ايوه بالضبط في القدم. طيب طيب تسمع الجواب. الله يعطيك العافيه دكتور. اهلا وسهلا بكم. طيب نكمل اجابه الاسئله السابقه. بالنسبة للأخت أم عصام، زوجها لما يصحو من النوم بيكون عنده وجع في المفصل الورك لدقائق ثم يزول. والله شوفي يعني هذه الوجع هذا قد يكون ما هو يعني إذا ما عملنا أي تحليل ولا صورة ولا شيء يصعب، ممكن يكون وجع عضلي، وجع أربطة، وجع المفصل نفسه، إما في احتكاك أو مشكلة روماتيزمية أو لا سمح الله في نكروسز. هذه شغلة بتيجي هيك الواحد مش داري عنها. أو التهاب مفصلي عادي قد يكون عادي. فإذا الصورة مهمة. 2 تحليل سرعة الترسيب مهمة. على الأقل نعملهم ونشوف إذا في شيء له دلالة يعالج من بدايتها أحسن ما نصبر والأمور لا قدر الله تتفاقم. ثم إذا عرف السبب
بطول العجب، نستطيع نتصرف. إذا كانت قضية عضلية بحتة ممكن كاسة حجامة تنهي المشكلة، أو تدليك بالكريمات الجيدة. وإذا كان في مشكلة في المفصل تعالج بحسب ما هي هذه المشكلة، فعليكم بعمل صورة وبعض الفحوصات. بالنسبة للأخ حسين رعاف عند ابنه اللي عمره 14 سنة، هذه مشكلة تتكرر عند بعض الأبناء، خاصة الأولاد أكثر من البنات، اللي هي النزف، نزف الأنف. هذول الأطفال بيكون غالبا الغشاء المبطن للأنف من الداخل قابل للجفاف، جفافه بيعمل فيه تشقق، التشقق بينزل الدم، بتكون الشعيرات الدموية داخل الأنف قريبة جدا، فأي تشقق وجفاف في الغشاء المبطن للأنف بنزف على طول. شو نسوي؟ للوقاية أولا، للوقاية يدهن هذا الطفل أنفه من الداخل بأصبعه الصغير، يحط فيه شوية زيت زيتون ويدهن أنفه من النص، طبعا السبتم هذا اللي في النص يدهنه من الجانب هذا ومن الجانب هذا. زيت الزيتون بيعمل طراوة وبيمنع التشقق، فهذه وقاية من النزف. تنين، في حال حدوث النزف شو نسوي؟ أفضل طريقة يا جماعة، بدل ما تحط مي باردة والطفل لبراسه لورا والنزيف نازل والدنيا حالتها تعبانة، لا، جيب قطنة اغمسها بالبن، البن المطحون، قهوة مطحونة، وحشيها في أنفه فورا، بتوقف الدم بسرعة في لحظات. ويفضل كي، كي، وفي طريقة كي طبيعي حلوة، خدوها من عندي، هي اختراع من عندي. بنجيب قشر رمان مجفف يطحن ناعم جدا، ثم نغمس القطنة بشيء من عصير الليمون، ثم نغمسها في مسحوق الرمان الناعم جدا، ونضعها داخل أنف الطفل على المنطقة اللي بتنزف، ونتركوها ربع ساعة. طبعا بتشعطه شعطة قوية جدا، لكن بعدها بتعمل له شيء مثل الكي، وممكن يغيب عنه النزف سنة على الأقل بعد ذلك. نعملوها سهلة وبسيطة وإن شاء الله تدعو لنا. بالنسبة للأخ عبد الهادي، بهاق في مقدمة الرأس. شوف البهاق حقيقة يعني إذا كان محصور ومحدود وما في انتشار، ممكن استخدام الأمور الموضعية فقط، مثل زيت الكرفس، زيت البقدونس، زيت جنين القمح، هدول كلهم بينفعوا. أما إذا كان بينتشر بالتدريج، لا، لازم نستخدم أمور داخلية، أشياء داخلية حتى نوقف امتداده ونساعد الجسم أنه يصلحه من جوا، فلابد من المراجعة. الأخ أنس والدته صار معها جلطة دماغية عندها بقايا ضعف مع سعال تحسسي. طبعا معروف انه الجلطات في الغالب بتترك ضعف في اليد اكثر من الرجل، لانه اليد معقدة جدا، فالضربة فيها بتكون مؤثرة ومتعبة حقيقة، فنسأل الله لها العافية. بنفعها يا عزيزي غذاء ملكات النحل، غذاء ملكات النحل بيساعد في تجديد الخلايا العصبية ان شاء الله، مع التمرين، التمرين الطبيعي فيزيوثيرابي. وأما بالنسبة للسعال التحسسي فعكبر النحل ممتاز، وعندك أيضا مغلي ورق الجوافة، عكبر النحل بروبوليس ومغلي ورق الجوافة. وطبعا في أعشاب كثيرة، الحلبة مفيدة والزعتر قد يفيدها إلى آخره، لكن هذول أقوى اثنين إن شاء الله. بالنسبة للفولين يا أخ أنس، حقيقة بحثت عنه كثيرا ما وجد شيء، يعني الأخ أنس شاف رؤية أنه بيوصوه بالفولين، حقيقة ما وجد شيء، ربما يعني لسه ربنا ما فتح علينا بهذا الشيء، نسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة للأخ أبو أيمن، زوجته تعاني من دم في البول مع زلال، أخذت علاجات بروح وبرجع إلى آخره. حقيقة أنه هذه المشكلة قد تكون، قد نجدها مع الناس اللي بوقفوا كتير، يعني إذا كانت زوجتك بتوقف كتير في المطبخ مثلا لأشغالها المختلفة إلى آخره إلى آخره، ممكن بعض الناس تكثر عندهم قضية الدم في البول وشيء من الزلال، أورثوستاتيك هيماتيوريا هاي بنسميها بالطب، بصير ناس مع الوقوف الطويل، يعني ما نشوفها عند الفرانين، عند الحلاقين، عند الجراحين، عند بعض أفراد الجيش أو الشرطة أو اللي بوقفوا كتير لأسباب أمنية إلى آخره، بصير عندهم دم في، فقد تكون هي منهم، إذا كل التحليل والفحوصات طبيعية وما في أي مشكلة قد تكون منهم. فأنت جرب، أعطيها إجازة أسبوع من شغل البيت حلوة هاي، هاي بجوز تعجبها الوصفة، أعطيها إجازة أسبوع من شغل البيت
وراقب واعمل تحليل بعدها، اذا اختفى كله ما عاده خلاص جيب لها خادمه. هذه مصيبه ها بالنسبه لك. على كل حال هي بس للتاكد، لانه ممكن تشخص هاي الحاله بهذه الطريقه، ونسال الله لها العافيه. بالنسبه لام يزن، تعاني من تساقط شعر مع انه قوه الدم عندها طبيعيه. تساقط الشعر اسبابه كثيره يا ام يزن، مش شرط يكون ضعف الدم فقط، ممكن نقص الزنك، البي 12، الحديد يكون لهم دور، الفيريتين، ممكن الناحيه النفسيه اذا عندك توتر دائم او لا سمح الله حزن ومشاكل بتعمل تساقط شعر. اذا كنت انت من الناس اللي بيتناولوا ماكولات جاهزه او معلبات كثير ومشروبات غازيه وغيرها من الامور غير الصحيه، ممكن هذه كلها تضعف الشعر. الشعر بيتاثر بسهوله بامور كثيره، فعليك بالغذاء الصحي، عشبه القمح الخضراء، واستخدم الشامبوات الطبيعيه احسن من الشامبوات الكيماويه، وبامكانك تستخدمي محلول او جل الصبار متوفر في الاسواق للشعر قبل الشامبو بساعه او ساعتين، برضه بيساعدك كثير ان شاء الله. بالنسبه لام احمد، زوجها عنده التهاب كبدي بي، حامل. شوفي يا ام احمد، انت يبدو انك خايفه اكثر من زوجك على عليه، ما شاء الله، الله يعافيه يا رب. الناس اللي حاملين جرثومه الالتهاب الكبدي بي او سي، طبعا البي لسه اهون من السي، ما عندهم مشكله، يعني الكبد سليم، كل شيء سليم. احنا فقط يعني الانسان بصير متوسوس انه في عنده جرثومه جالسه. اعلمي انه الجسم يعني بيشتغل ليل نهار انه يقضى على الجرثومه، بس الجرثومه محصنه متحوصله، فعشان هيك يعني مختبئه من الجسم، فكلما قويت مناعه الجسم كلما استطاع انه يحاصر هاي الجرثومه ويقضي عليها اكثر. ممكن تستخدمه البروبوليس، عكبر النحل، مفيد جدا. ايضا مفيد له محلول اللي هو بنسميه البزيط او قثاء الحمار، هذا المشهور شعبيا واثبتت الدراسات الحديثه انه فعلا بيقتل الجرثومه. فاذا صح لك قثاء الحمار قطره هون وقطره هون، لو كررت مثلا كل اسبوع مره، ممكن تفيده كثير مع حبوب عكبر النحل. بالنسبه ل ابراهيم، بيسال عن اعشاب اعشاب للريتينايتس بيجمنتوزا، اللي هي ضعف او العشا الليلي الصبغي. هذا مرض وراثي، مرض وراثي بيصيب الشبكيه، ممكن يصيب اكثر من فرد من افراد العائله، ويبدا النظر عندهم يتدهور بالتدريج 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 لما يصل الى مرحله ضعيفه جدا. نسال الله لكم العافية وأن يكون طهورا وأجرا، ومن أعند الأمراض حقيقة. من تجاربنا ومن الدراسات العالمية الطبيعية بفيدكم حقيقة نبات الجينكا وغذاء ملكات النحل وعشبة المرسين والعلاج بسم النحل. العلاج بسم النحل، هذه الأشياء مفيدة على الأقل لو أوقفت تدهور المرض مكسب، لو أحدثت تحسن نسبي، توقف المرض توقف التدهور مع تحسن نسبي بكون خير وبركة إن شاء الله. بالنسبة للأخ محمد، تثليج أصابع الرجلين خاصة في الشتاء والشخير في الليل. التثليج هذا هو مرض رينو، اسمه مرض رينو ديزيز، تحسس في الشعيرات الدموية في أطراف الرجلين. حقيقة هذا بيستفيدوا من مغاطس الزنجبيل والخردل كل ليلة قبل النوم، مغاطس الزنجبيل والخردل، وأيضا استخدام عشبة القريص مع الكركم. القريص مع الكركم بفيد كثير، لو غلي وشرب مثل الشاي كوبين يوميا، كوبين صغار بكفي خلال فترة أيام البرد، مفيد كثير، ولو وضعته مع شيء من الزنجبيل أيضا بكون جيد. أما الشخير في الليل فأسبابه كثيرة، منها التنفس الليلي من الفم، منها كبر اللهاء اللي في آخر الحلق، منها احتقان الحلق المزمن، منها السمنة، منها الجيوب الأنفية، الجيوب عفوا اللحوم أو اللحميات الزائدة بالأنف. فهذه على حسب السبب بكون العلاج إن شاء الله. وبالنسبة لسؤال أخ يحيى، حصوات بلورية زجاجية في الكلى بدون ألم، شوف عليك بعشبة الحسك. عشبة الحسك تغليها وتشربها مثل الشاي كوبين أو ثلاث أكواب يوميا
لها دور رائع في تذويب الحصوة وهي متوفرة إن شاء الله. أما بالنسبة للألم في القدم عند الصحو من النوم غالبا إما بكون مسمار عظم في الكعب مسمار عظم أو بكون التهاب أنسجة القدم السفلية التحتية. لازم تعمل صورة أولا، إذا ثبت أنه في مسمار عظم فهذه لها طريقة زي عشبة الأشواغندا إن شاء الله لها دور في التذويب، أما إذا كان التهاب فله طريقة أخرى إن شاء الله بتخبرنا فيها وندلك على العلاج بإذن الله. أعتقد وصلنا لنهاية الحلقة هكذا، فشكرا لتفاعلكم ونتمنى لجميع المرضى الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يكون ذلك طهورا وأجرا وفي ميزان حسناتهم إن صبروا واحتسبوا وسألوا الله العافية. نراكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.